أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان الشخص نوى من الليل الصيام فاستيقظ إذا كان الشخص قد نوى الصيام من الليل فاستيقظ على بداية أذان الفجر فشرب ماء، فما هو الحكم؟ أذان الفجر يختلف، إذا كان المؤذن يتقيد بالتوقيت ويؤذن على الوقت فلا يجوز الشرب ولا الأكل، لأن أذانه علامة على دخول وقت الصبح. ما إذا كان المؤذن يبكر فلا مانع من الأكل والشرب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني يبكر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن المؤذن إذا كان يؤذن على الوقت لا يؤكل مع الأذان، مثل أذان ابن أم مكتوم. وأما إذا كان يبكر فيؤكل كما كان أذان بلال رضي الله عنه. وقصد بلال من تقديم الأذان ليوقظ الناس ويقدم لهم التهيؤ للسحور. نعم.